جزاكم الله خيرا. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. الحديث: هل الأمر للوجوب؟ وهل يشرع لكل من حلف بغير الله كالأمانة والشرف أن يقول لا إله إلا الله؟ نعم، يشرع لكل من حلف بغير الله أن يستغفر الله ويتوب إليه ويقول لا إله إلا الله، لأن الحلف بغير الله شرك، ولا إله إلا الله تطهره من هذا الشرك، لأنها توحيد، والتوحيد يمحو الشرك، والحمد لله. نعم.